إخواني السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في درس جديد في قناة العلم العربي الكبير. سوف أقوم ببيع النيوزيلندي كارد. هذا الدرس هو في سوق الفوركس. أقوم بالبيع، لاحظ وقت الخسارة سيكون صغيرا جدا والهدف سيكون كبيرا بالمقارنة مع وقف الخسارة. هذه الصفقة وضعتها كذلك في قناة التوصيات الفي اي بي، في القناة الخاصة الفي اي بي، وتلاحظون لدي هدفين لهذه الصفقة، ولأشرح لكم لماذا دخلت في هذه الصفقة. لاحظوا على فريم 15 دقيقة لدي هذا الرينج، تلاحظون هذا الرينج، هذا فيك اوت، هذا فيك اوت، هذا رينج، ولاحظوا البيج بوي باع من هذه المنطقة، بيج بوي باع من هذه المنطقة. طيب نزل بقوة أصدقائي، ماذا قلنا؟ إذا نزل البيج بوي بقوة، إذا باع بقوة ونزل وابتعد عنه السعر، فهو ينزف 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 ينزف، بالتالي سيقول هنا ابتعد عنه السعر، بالتالي بدأ يخسر يخسر أموالهم. لا يحبون الخسارة، بيج بويز لا يحبون الخسارة، بالتالي سيقول واو 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 واو، يجب أن أوقف البيع وأنتظر إلى أن يكون لدي مشترين لكي أبدأ بالبيع مرة أخرى. ولاحظوا هنا ليس لدي لور لوز ولا هاير هايز، بالتالي هذا منطقة تحضير، هنا تم إيقاف السعر، ولاحظوا القوة التي ظهر بها المشترون، ثم ارتد السعر، ثم ظهر مشترون، ثم ارتد السعر، ثم ظهر مشترون، ولاحظوا الزخم، لاحظوا الزخم الذي ينقص، ثم هنا بدأ هناك تحضير على 15 دقيقة لهذا الرانج، تم كسر الرانج. عندما عاد السعر لهذه المنطقة قمنا ببيع البول باك على أساس أن يأتي السعر على هذه المنطقة. هذه الصفقة، هذه الاستراتيجية سهلة بسيطة منطقية. إن أردتم تعلم مثل هذه الاستراتيجيات ما عليكم إلا يعني مشاركة في كورس التحليل الموجي والبرايس أكشن لنرى عن ماذا ستسفر هذه الصفقة أصدقائي. وأعود هذه القناة أصدقائي، سأطلب من الإخوان أن يأخذوا أرباحهم، وكذلك أنا كذلك سأخذ أرباحي من هذه الصفقة. لاحظوا الصفقة تحقق تقريبا 213 دولار، صفقة جميلة. إذا سأخرج من الصفقة الآن، و سأقوم بإرسال إشارة إلى الإخوة لكي يخرجوا كذلك من الصفقة الآن. أنا أرسلت لهم يعني الإشعار بأن يخرجوا من صفقة نيوزيلاندي كاد. هنا خرجت لأنه أنا في منطقة رينج، تلاحظون هذه المنطقة وهي منطقة قوية قد يرتد منها السعر، لذلك أنا لا أريد أن أبقى في هذه المنطقة كثيرا، ويعني أردت الخروج وبحث عن صفقات أخرى، وهناك صفقات إن شاء الله جيدة أخرى. ولاحظوا وقف الخسارة مقابل يعني الربح، يعني حققت تقريبا أكثر من 600%، أكثر من 600%، يعني لو كنت تستخسر مرة واحدة ربحت 6.38 ريسك ريورد، وهذا شيء رائع ورائع جدا. إذا أصدقائي، من أراد تعلم هذه الطريقة ما عليه إلا الاتصال بي عبر تليجرام عن طريق هذا الاسم روباس ويسام برو تريدر، هذا هو الاسم الذي تضعونه في تليجرام وستجدونني أصدقائي. يعني هذا التليجرام، رابط التليجرام هو فقط لمن أراد الدورة التدريبية أو الولوج إلى القناة الخاصة للفوركس. بالتالي أرجوك لا ترسل لي وتقول لي ما هو رأيك في هذه العملة، أو ما هو رأيك في هذا الزوج، أو ما هو ليس لدي الوقت لأجيبك. أتمنى أن أجيبك، ولكن والله ليس لدي الوقت، لذلك يعني هذا مخصص فقط لمن أراد الدورة التدريبية وتعلم مثل هذه الطريقة في تحليل وتداول برايس أكشن أصدقائي بالطريقة المنطقية. لاحظتم يعني كان حسابا حقيقيا وكانت أرباح حقيقية. أتمنى أنكم استفدتم من هذا الفيديو، لا تنسوا أصدقائي أن تفجروا اللايكات وتساعدون على أن تصل هذه القناة إلى أكبر عدد ممكن من المتداولين. كان معكم وسام، ولا تنسوا أن العلم يعرف الكثير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.